السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة سهلة وبسيطة وكمان ترند الفترة دي، فيلا كده بينا نبدأ على خطوات عمل الشنطة بتاعتنا النهاردة. بس بفكركم قبل ما نبدأ، لو لسه بتشوفوني لأول مرة وحابين تستفيدوا من المحتوى، ما تنسوش دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك للقناة، وأهم حاجة ان انتوا تفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. كمان ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على اللايك وتقولوا لي كده رايكم في شنطه النهارده، تشاركوني كده كمان بتشاهدوني من اي بلد. يلا كده بينا نبدا على طريقه العمل ونقول بسم الله. الخيط اللي انا هستخدمه هو خيط مكرميه قطن بيور، الخيط ده 2 مللي، وهستخدم معاه ابره مقاس 3.5. هنبدا نعمل عقده بدايه. وهرتفع 39 غرزة سلسلة. أهم حاجة في الشنطة اللي هنشتغلها النهاردة إن يكون عدد غرز اللي احنا شغالين عليه يكون عدد فردي، فأنا هرتفع كده 39 غرزة سلسلة. أنا كده بعد ما ارتفعت 39 سلسلة، هنبدأ دلوقتي نرتفع سلسلة. هبدأ إن أنا آجي في ظهر السلاسل، شايفين حرف الفي أهو، أنا هقلب كده السلسلة، شايفين الارتفاعات اللي موجودة ورا دي هي اللي أنا بدخل واشتغل فيها، شايفين أهي. لو قلبتوا كده السلسلة هتكون ظاهرة لكم. فأنا هبدأ إن أنا أسيب أول غرزة وأروح للسلسلة التانية في ظهرها كده، هبدأ إن أنا أشتغل غرز حشو. يبقى إجمالي غرز الحشو بتاعتي هي 39 غرزة حشو. اشتغلنا 39 سلسلة وارتفعنا سلسلة، طبعا السلسلة دي مش بتتحسب، فيبقى انا اساسي معايا 39 غرزة سلسلة. يعني تقدروا تكبروا الشنطة او تصغروها، بس اهم حاجة تلتزموا ان العدد يكون فردي. فهخلص كده لحد اخر السطر غرز حشو وبعدين ارجع لكم. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنرتفع سلسلة وهنبدأ نلف الشغل، ونيجي تحت اول غرزة هشتغل غرزة حشو، وفي كل غرزة كده بتقابلني هشتغل غرزة حشو لحد ما بنوصل لاخر السطر. كل اللي هنعمله ان احنا هنشتغل غرز حشو فوق كل غرزه، عددهم 39. وكمان اهم حاجه واحنا بنرتفع عدد سطور القاعده، طبعا المقاس اللي تحبوه، بس اهم حاجه ان انتوا تلتزموا ان يكون ارتفاع عدد السطور عدد زوجي، يعني 8 10 12 وهكذا، لازم ارتفاع السطور يكون عدد زوجي. فانا هرتفع كده بعدد من السطور، واهم حاجه ان هو يكون عدد زوجي، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده خلاص بعد ما ارتفعت عدد من السطور، انا ارتفعت كده 12 سطر، برضو هديكم المقاس بتاعها. المقاس هنا 24 سنتي، والعرض 7 سنتي. طبعا اللي حابب يكبر او يصغر الشنطة عن كده مفيش اي مشكلة خالص، بس اهم حاجة ان احنا نلتزم بعدد الغرز اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي هنبدأ ان احنا نشتغل غرزة الشنطة، شايفين اخر غرزة دي احنا هندخل في نص الغرزة، يعني هاجي كده في نص الغرزة هدخل بين حرف الفي ده واطلع برضو من الناحية التانية، ما اطلعش بجنب كده، انا هطلع في نص حرف الفي، لازم اكون طالعة بين حرف الفي قدام وورا، تمام؟ هنا واطلع من نص حرف الفي. بالشكل ده. شايفين? زي غرزة السنبلة كده. فانا هرجع كده للغرزة دي وادخل في نصها. بالشكل ده. اهو. طلعت من نص الغرزة وهبدأ اسحب الخيط. واطلع كمان من الحلقة اللي على الابرة. بالشكل ده. كأني اشتغلت غرزة منزلقة. هبدأ ان انا ارتفع 1 2 3، هرتفع كمان سلسلة، احنا هنعتبر التلاتة سلسلة دول بمثابة عمود، هنا ممكن نحط هنا ماركر لو حد هيتلخبط في السلسلة رقم 3. ارتفعت اهو بعدها سلسلة، شايفين الغرزة دي اللي فيها العقدة دي، هلف الخيط كده وابدأ اشتغل فيها عمود. هرتفع سلسلة، هتخطى غرزة، شايفين العقدة دي
هاجي تحتها، ادخل تحتها كده واشتغل عمود، سلسلة العقدة اهي، هدخل واشتغل عمود، سلسلة واتخطى غرزة تحت، واجي تحت العقدة دي ادخل واشتغل عمود، هرتفع سلسلة، هتخطى غرزة تحت، واجي تحت العقدة اشتغل عمود، هرتفع سلسلة، واجي في اخر غرزة اشتغل فيها عمود. لو تلاحظوا هنا ان مجموع العواميد هنا 6 عمود، واحنا كنا ارتفعنا 12 سطر، يبقى انا اشتغلت على سطر وسبت سطر، اشتغلت عمود سلسلة عمود وهكذا لحد ما جينا لاخر السطر. دلوقتي هنبدأ نرتفع سلسلة ونبدأ نشتغل على الناحية دي، فهاجي كده في اول غرزة هنا، شايفين غرزة الحشو الاولى دي، هلف الخيط كده واشتغل فيها عمود، 2 سلسلة، 1 2، هشتغل في نفس المكان كمان عمود، سلسلة، هتخطى غرزة واروح في اللي بعدها اشتغل عمود. عشان ما اطولش عليكم نبدأ ان احنا نرتفع سلسلة ونتخطى غرزة تحت، وفي الغرزة اللي بعدها نشتغل غرزة عمود، ونرتفع سلسلة وهكذا نتخطى غرزة ونشتغل في اللي بعدها عمود، هنفضل نكرر كده لحد ما بنوصل لآخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. كده انا جيت لاخر السطر، اشتغلت اخر عمود، ارتفعت سلسلة، هبدأ ان انا اتخطى غرزة تحت، وهنبدأ برضو نشتغل هنا غرزة صدفة اللي هي عبارة عن عمود سلسلتين عمودين زي اللي احنا كنا اشتغلناها هنا. هشتغل عمود سلسلتين عمود في نفس المكان، هرتفع سلسلة وهنبدأ نشتغل على الجزء ده. طبعا اتفقنا ان احنا معانا هنا 6 عمود، هبدأ ان انا اتخطى غرزة واروح في اللي بعدها تحت العقدة اشتغل عمود، سلسلة، بتخطى غرزة واروح في اللي بعدها اشتغل عمود، وبكرر لحد ما بوصل لاخر غرزة هنا. هخلص كده وارجع لكم. كده انا جيت لاخر غرزة، هبدأ ان انا اشتغل في اول غرزة هنا في الناحية دي، هشتغل، هدخل كده واشتغل عمود، 2 سلسلة عمود في نفس المكان، يبقى انا كل زاوية اشتغلت فيها 2 عمود، اشتغلت فيها عمود سلسلتين عمود، هرتفع سلسلة واتخطى غرزة واروح في اللي بعدها اشتغل عمود، وابدأ ان انا اكرر لحد ما اوصل لاخر السطر، لحد ما اوصل للماركر هنا. هخلص كده وارجع لكم. انا كده خلاص وصلت لاخر السطر، فهنشتغل برضو اخر غرزة صدفة معانا هنا اللي هي عبارة عن عمود سلسلتين عمود. طبعا احنا هنا في بداية السطر خلاص اشتغلنا الارتفاع ده بمثابة عمود، هنبدأ ان احنا نكمل الغرزة الاولى دي اللي هي الصدفة، هنيجي في اول في اول يعني هنيجي في الغرزة دي، شايفين اللي انا قفلت فيها بمنزلقة دي، هدخل فيها وابدأ اسحب الخيط واشتغل عمود، سلسلتين، وهبدأ ان انا اشيل الماركر من الغرزة دي اللي هي السلسلة رقم 3، 1 2 3، وهبدأ ان انا اقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب خدوا بالكم كده من الخطوة اللي احنا هنعملها الجاية دي، هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنشتغل تزايد، فخدوا بالكم من اماكن التزايد. انا هاجي قبل الصدفة دي، الصدفة اهي، هاجي في الفراغ اللي قبلها ده هحط ماركر، تمام، والناحية دي برضو شايفين الصدفة اهي، الفراغ ده اللي هو قبلها هحط ماركر، اللي هو ناحية العرض بتاع الشنطة، عندي برضو غرزة الصدفة اهي، هاجي في الفراغ اللي قبلها ده وهحط ماركر. لو حد شايف ان الموضوع صعب شوية ممكن يعيد الجزء ده من الفيديو تاني بحيث ان هو يفهم احنا بنعمل ايه، بس احنا ماشيين مع بعض اهو بالراحة خالص علشان يبقى الامور كلها واضحة. يبقى انا حطيت ماركر في الغرزة او في الفراغ اللي قبل غرزة الصدفة في العرض بتاع الشنطة، تمام، الناحية دي مش الناحية دي.
هنبدأ دلوقتي، وبرضه نفس الموضوع هنا، يعني دي الصدفة، احنا هنبدأ نشتغل في الفراغ ده. فهبدأ ان انا ارتفع 1 2 3، اللي حابب يعلم اول غرزة دي لو حد مبتدئ ولا حاجة ممكن يتلخبط فين بداية السطر يحط الماركر ويرتفع كمان سلسلة. شايفين الفراغ اللي بعد غرزة الصدفة اهي؟ الفراغ ده انا هدخل واشتغل فيه عمود. احنا كده بنعمل تزايد سلسلة، هاجي فوق العمود ده هشتغل عمود، وهكرر باقي السطر عادي خالص زي ما احنا ماشيين، سلسلة عمود فوق العمود لحد ما بوصل للماركر. هخلص كده وارجع لكم. انا كده جيت للماركر، هبدأ ان انا اشيل الماركر ده، ارتفع الاول سلسلة واجي في الفراغ بتاعه اشتغل عمود سلسلة. هاجي شايفين غرزة الصدفة دي، هشتغل فوق العمود ده عمود، وهاجي في الفراغ ده ما عملتش سلسلة هنا ولا حاجة، هاجي في الفراغ ده هشتغل غرزة بف، هلف الخيط كده على الإبرة انزل مرتين، 1 2، هلف الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة واشتغل 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان غرزة بف، 1 2، هلف الخيط واطلع من كل الحلقات مرة واحدة اشتغل سلسلة، وفوق العمود التاني من غرزة الصدفة اللي احنا كنا عملناها هنا هشتغل عمود، بعدين ابدأ اكرر سلسلة فوق العمود عمود سلسلة فوق العمود عمود لحد ما بوصل لآخر السطر هنا. فهخلص كده وارجع لكم. انا كده جيت لاخر السطر اللي هو عند الصدفة اللي في الزاوية التانية، هبدأ ان انا بعد ما اشتغلت سلسلة هاجي فوق العمود بتاع غرزة الصدفة اللي هو كان عمود سلسلتين عمود، هشتغل فوق العمود الاول ده عمود، هاجي في الفراغ بتاع السلسلتين ده هشتغل غرزة بف، 1 2، هطلع من كل الحلقات سلسلتين، هشتغل في نفس المكان غرزة بف كمان، 1 2، هطلع من كل الحلقات مرة واحدة اقفل عليهم بغرزة سلسلة، هاجي فوق العمود ده هشتغل عمود. سلسلة، شايفين المكان اللي احنا حاطين فيه الماركر ده، هشيله اللي هو الفراغ ده وهشتغل فيه عمود. احنا كده بنعمل تزايد سلسلة، العمود ده هشتغل فوقه عمود سلسلة، وهبدأ ان انا اكرر فوق العمود عمود سلسلة عمود فوق العمود لحد ما بوصل للناحية التانية كده اللي فيها الماركر. هخلص وارجع لكم. كده جيت للفراغ اللي فيه الماركر، هبدأ ان انا اشيله واشتغل في الفراغ ده عمود سلسلة، فوق العمود ده هشتغل عمود، وابدأ في الفراغ ده اللي هو بتاع السلسلتين اشتغل غرزة بف، 1 2، بعدين الف الخيط واطلع من كل الحلقات اشتغل سلسلتين، هدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل 1 2، الف الخيط على الابرة اطلع من كل الحلقات واقفل عليهم بغرزة سلسلة، اجي فوق العمود ده على طول واشتغل عمود سلسلة، ابدأ اكرر فوق العمود عمود وبين العمود والتاني سلسلة لحد ما بوصل كده لاخر السطر. هخلص وارجع لكم. انا كده جيت لاخر السطر، اخر تزايد هنعمله او اخر غرزة بفة هنشتغلها، اللي هي شايفين كده عمود سلسلتين عمود، فهنا بنشتغل غرزة بف، بس في الاول بنشتغل فوق العمود هنا عمود، وما برتفعش سلاسل ولا حاجة، بلف الخيط وبنزل في الفراغ اشتغل غرزة بف من عبارة عن لفتين، واطلع من كل الحلقات اشتغل 2 سلسلة، واشتغل في نفس الفراغ كمان غرزة بف، 1 2، الف الخيط على الابرة اطلع من كل الحلقات واقفل عليهم بغرزة سلسلة. كده جينا لاخر السطر، هبدأ ان انا اشيل الماركر واقفل في
الغرزة رقم 3، 1 2 3، السلسلة الثالثة هدخل كده واقفل بغرزة منزلقة. هنا هبدأ ان انا ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 كده، بدأنا السطر الثالث ده كده بمثابة عمود، هرتفع كمان سلسلة. شايفين الفراغ ده؟ الفراغ اهو، هدخل واشتغل فيه عمود، سلسلة، عمود، فوق العمود ده سلسلة، عمود، فوق العمود سلسلة، عمود، فوق العمود، وبفضل اكرر كده لحد ما بوصل للغرزة اللي في الزاوية دي اللي هي غرزة الباف التانية دي. هرجع لكم كده علشان نتزايد برضو هنا مع بعض. انا كده جيت للزاوية التانية، شايفين العمود اللي انا كنت بشتغله قبل غرزة الباف؟ غرزة الباف اهي قبلها عمود، انا هاجي في الفراغ اللي قبل العمود ده وهشتغل عمود، سلسلة، عمود، فوق العمود، وهبدأ ان انا اجي في السلسلتين بتوع الفراغ بتاعت غرزة الباف. احنا كنا بنشتغل غرزة باف، سلسلتين غرزة باف، هاجي بقى في الفراغ ده واشتغل غرزة باف جديدة، برضو عبارة عن لفتين، وبسحب الخيط اطلع من كل الحلقات، سلسلتين في نفس الفراغ، اشتغل كمان غرزة باف، 1 2، الف الخيط واطلع من كل الحلقات، اشتغل سلسلة، فوق العمود، اشتغل عمود. خدوا بالكم ان دي غرزة الباف مش بشتغل فوقها، انا باجي فوق العمود اشتغل عمود، سلسلة، وابدأ ان انا اكرر فوق العمود عمود، وبين العمود والتاني سلسلة. هخلص كده لحد ما اوصل لاخر السطر هنا وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده جيت للزاوية التانية اللي فيها غرزة الباف، فهاجي كده فوق العمود ده اشتغل عمود. احنا اتفقنا التزايد اللي بنشتغله، بنشتغله في العرض بتاع الشنطة، يعني ما بشتغلش هنا اي عمود في الفراغ. هبدأ ان انا اجي في الفراغ اللي مكوناه السلسلتين بين غرزة الباف، هبدأ ان انا اشتغل غرزة باف جديدة مكونة من لفتين، هلف الخيط اطلع من الحلقات كلها، اشتغل سلسلتين، هلف الخيط وبرضه في نفس الفراغ اشتغل غرزة باف، هطلع من كل الحلقات مرة واحدة، اشتغل غرزة سلسلة، وباجي فوق العمود ده، شايفين غرزة الباف اهي كان قبلها عمود على طول، هشتغل فوق العمود ده عمود، سلسلة، هبدأ اشتغل التزايد بتاعي، هاجي في الفراغ ده واشتغل عمود، سلسلة، خلاص كده اشتغلت في الفراغ، ابدأ اشتغل عادي خالص فوق كل عمود عمود، وبين العمود والتاني سلسلة، سلسلة، عمود، فوق العمود. هكرر كده لحد ما اوصل للزاوية التانية دي وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت للزاوية التانية، هنبدأ نشتغل التزايد. انا هنا غرزة الباف قبلها عمود، والعمود اللي اشتغلناه في الفراغ اهو، وده العمود اللي قبله، فهبدأ ان انا الف الخيط واشتغل فوق العمود ده عمود، سلسلة، فوق العمود اللي احنا كنا شغالينه في الفراغ ده هشتغل عمود، سلسلة، في الفراغ اللي في العمود اللي هو قبل غرزة الباف في عمود اهو، هشتغل في الفراغ اللي قبله ده عمود، يا رب تكون واضحة، سلسلة، فوق العمود ده هشتغل عمود، ما بشتغلش سلاسل ولا حاجة، اروح للفراغ بتاع غرزة الباف وابدأ اشتغل غرزة باف جديدة، هطلع من كل الحلقات سلسلتين، هلف الخيط وانزل في نفس الفراغ اشتغل كمان غرزة باف، اطلع من كل الحلقات اقفل عليهم بسلسلة، فوق العمود هشتغل عمود، وهكمل كده سلسلة عمود سلسلة عمود لحد ما بوصل لاخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت لاخر غرزة باف، هشتغل فوقها العمود اللي قبلها اشتغلت فوقه عمود، مش هشتغل سلاسل ولا حاجة، بروح اشتغل غرزة الباف، بدخل كده في الفراغ وابدأ ان انا اشتغل غرزة باف مكونة من لفتين، اطلع من كل الحلقات اشتغل سلسلتين،
هدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزة بف واقفل عليهم بغرزة سلسلة، واروح في ارتفاع الثلاثة سلسلة دول 1 2 3 واقفل بغرزة منزلقة. احنا كده هنوقف تزايد خلاص بالشكل ده، هنوقف تزايد وهنبدأ نشتغل فوق كل عمود عمود بس بدون اي تزايدات تاني. هنبدأ هنا ان احنا نرتفع 1 2 3 كده بمثابة عمود، ارتفع كمان سلسلة، هبدأ ان انا اروح للعمود ده واشتغل فوق عمود سلسلة، فوق العمود عمود سلسلة، فوق العمود عمود، مفيش اي تزايدات خالص. احنا كده في السطر الرابع هشتغل كده لحد ما اوصل لغرزة الباف اللي هنا دي، فهخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت انا اشتغلت فوق العمود اللي هو قبل غرزة الباف على طول، اشتغلت فوق عمود، مش بشتغل هنا سلسلة، انا بروح اشتغل غرزة الباف على طول، 1 2 بلف الخيط واطلع من كل الحلقات سلسلتين، غرزة بف في نفس المكان، الف الخيط اطلع من كل الحلقات اشتغل سلسلة، واروح فوق العمود اشتغل عمود سلسلة، فوق العمود عمود، واكرر كده لحد ما بوصل لغرزة الباف اللي في الزاوية دي، فهخلص كده وارجع لكم. انا كده جيت لغرزة الباف اللي في الزاوية هنا، غرزة الباف دي شايفين العمود اللي قبلها ده، هشتغل فوق عمود ما بشتغلش سلسلة ولا حاجة، هاجي في الفراغ بتاع غرزة الباف ده هشتغل غرزة باف جديدة سلسلتين، غرزة باف في نفس المكان، سلسلة، اجي فوق العمود اشتغل عمود، وابدأ اكرر فوق كل عمود عمود وما بين العمود والتاني سلسلة، هخلص كده لحد ما اوصل للزاوية دي وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت لغرزة الباف اللي في الزاوية دي، فالعمود اللي قبلها اشتغلت فوق عمود بس ما اشتغلتش سلسلة علشان هنشتغل غرزة الباف، 1 2 هطلع من كل الحلقات سلسلتين واشتغل في نفس المكان غرزة باف، هطلع من كل الحلقات سلسلة وابدأ اشتغل فوق العمود عمود وبين العمود والتاني سلسلة، هشتغل كده لحد ما بوصل لاخر السطر. انا كده جيت لاخر غرزة بف، اشتغلت على العمود اللي قبلها عمود، مفروض هنا ما اشتغلش سلسلة، خدوا بالكو، هاجي فوق غرزة البف اشتغل غرزة بف، باخد لفتين كده على الإبرة بعدين ألف الخيط أطلع من كل الحلقات اشتغل سلسلتين في نفس الفراغ، اشتغل كمان غرزة بف، أطلع من كل الحلقات اشتغل سلسلة واقفل، 1 2 3 واقفل بغرزة منزلقة، وبعدين أبدأ ارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وكمان سلسلة اللي هي الفاصل ما بين العمود والتاني، وابدأ اكرر فوق العمود اشتغل عمود سلسلة، فوق العمود اشتغل عمود، مفيش اي تزايدات خالص، خلاص احنا وقفنا التزايد، فهفضل ان انا اكرر بنفس الطريقة بالظبط اللي احنا اشتغلنا بيها السطر رقم 4 اللي هو السطر اللي فات ده، هنبدأ نكرره بدون اي تزايدات، ونيجي في غرزة الباف نشتغل في الفراغ بتاعها غرزة باف جديدة، فانا هرتفع كده عدد من السطور بدون اي تزايدات خالص زي ما اشتغلنا السطر الاخير ده مع بعض اللي هو السطر الرابع، هفضل شغالة كده عدد من السطور وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده خلاص بعد ما ارتفعت عدد السطور، عدد السطور اللي انا ارتفعتها بعد ما اشتغلنا السطر الرابع 8 سطور، يعني اجمالي السطور من بداية القاعدة لحد فوق هنا 12 سطر. عايزة اديكم برضو مقاس السطور دي قد ايه، من هنا لهنا 16 سنتي، تمام. نركز كده مع بعض في الخطوات الجاية دي، شايفين كده غرزة الباف اللي احنا كنا بنشتغلها اهي،
في عمودين قبلها، انا هحط الماركر بين العمودين دول. غرزة الباف اهي، في عمودين بعدها هحط ماركر هنا. في كل غرزة باف كده هاجي في العمودين اللي قبلها هحط ماركر في النص. العمودين اللي بعدها هحط ماركر في النص. هاجي برضو في الناحية التانية هنا غرزة الباف اهي، هاجي للعمودين دول هحط ماركر في النص هنا، والعمودين دول هحط ماركر في النص هنا. احنا دلوقتي هنبدأ نشتغل تناقص، فدي الأماكن اللي احنا هنتناقص فيها. هنا برضو احط بين العمودين دول ماركر، وغرزة الباف اهي هروح للعمودين اللي بعدها احط ماركر في النص. هبدأ دلوقتي ان انا ارتفع هنا سلسلتين، واحد اتنين، ده بداية التناقص اللي هشتغله هنا. انا هشتغل هنا سلسلتين وهاجي فوق العمود ده هشتغل عمود. انا هتجاهل خالص ارتفاع السلسلتين دول وهحط الماركر ده في العمود هنا، في سلسلة العمود هنا، علشان هتكون دي قفلة السطر بتاعي. يعني انا هتجاهل ارتفاع السلسلتين، يبقى انا كده تناقصت شلت عمود. هرتفع السلسلة هروح فوق العمود اللي بعده وهشتغل عمود. هفضل اكرر كده عمود سلسلة عمود سلسلة لحد ما اوصل للمكان اللي فيه التناقص التاني. هخلص كده وارجع لكم. انا كده جيت لمكان التناقص هنا، شايفين العمودين اللي قبل غرزة الباف كنا حاطين فيه ماركر. هنا انا اشتغلت عمود سلسلة، هبدأ ان انا اجي الف الخيط كده على الابرة وادخل في اول عمود، الف الخيط واطلع. ناخد بالنا مع بعض كده التناقص بيتعمل ازاي. هطلع من حلقتين اتنين بس، مش هقفل العمود للاخر. هشيل الماركر ده واروح للعمود اللي بعده، هلف الخيط كده، هلف الخيط على الابرة وادخل في العمود هنا تحت الحلقتين، اسحب الخيط اطلع من حلقتين اتنين بس. كده معايا 3 لفات على الابرة، هلف الخيط على الابرة واطلع من التلاتة. يبقى انا كده عملت تناقص العمودين، خليتهم عمود واحد. مش بشتغل سلسلة ولا حاجة، بروح لغرزة الباف هنا ببدأ ان انا اشتغل غرزة باف. هطلع من كل الحلقات سلسلتين في نفس المكان، بشتغل كمان غرزة باف. هبدأ ان انا اجي هنا هشتغل تناقص، هلف الخيط كده على الابرة، هدخل في اول عمود، مش هقفل العمود للاخر، بطلع من حلقتين اتنين بس، الف الخيط واروح للعمود اللي بعده، ادخل كده تحت الحلقتين، اسحب الخيط واطلع من حلقتين اتنين بس. معايا 3 لفات على الإبرة، هلف الخيط على الإبرة واطلع من التلاتة مرة واحدة. هشتغل سلسلة، هاجي في العمود اللي بعده اشتغل عمود، وهبدأ أكرر سلسلة عمود فوق العمود لحد ما بوصل لمكان التناقص هنا. هخلص كده وارجع لكم. انا كده جيت للمكان اللي فيه الماركر، هبدأ ان انا الف الخيط كده على الابرة. هعمل سلسلة الاول، هلف الخيط على الابرة وادخل تحت الحلقتين، هطلع من حلقتين اتنين بس، هلف الخيط على الابرة واروح للعمود اللي بعده، ادخل تحت الحلقتين، الف الخيط واطلع، واطلع من حلقتين اتنين بس، الف الخيط واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. هلف الخيط، مش بعمل سلسلة ولا حاجة، بروح لغرزة الباف في الفراغ بتاعها وابدأ اشتغل غرزة باف. سلسلتين، كمان غرزة باف في نفس المكان، سلسلة، هاجي للعمودين هنا
ادخل في اول عمود تحت الحلقتين، اسحب الخيط واطلع، بطلع من حلقتين اتنين بس، الف الخيط واروح للعمود اللي بعده، اشيل الماركر كده واروح للعمود اللي بعده، ادخل تحت الحلقتين، اسحب الخيط واطلع، الف الخيط، اطلع من حلقتين، الف الخيط، معايا كده 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة، يبقى انا كده اشتغلت التناقص. هشتغل سلسلة وابدأ ان انا اكرر عمود سلسلة عمود بالشكل ده لحد ما اوصل للمكان اللي فيه الماركر التاني. هخلص كده وارجع لكم. كده انا جيت للماركر هنا، هنبدأ برضو نشتغل بنفس الطريقة، هرتفع سلسلة، هلف الخيط على الإبرة واجي فوق العمود هنا، هدخل تحت الحلقتين، بطلع من حلقتين اتنين بس، اشيل الماركر واروح للعمود اللي بعده، ادخل تحت الحلقتين، اسحب الخيط، اطلع من حلقتين اتنين بس، وبعدين الف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. ما بشتغلش سلسلة هنا، بروح في غرزة البف الفراغ بتاعها واشتغل غرزة بف جديدة، سلسلتين غرزة بف في نفس المكان. سلسلة، هروح للتناقص اللي هنا، هبدأ ألف الخيط على الإبرة، أدخل تحت الحلقتين هنا، أسحب الخيط، أطلع من حلقتين اتنين بس، ألف الخيط وأروح للعمود اللي بعده، ألف الخيط، أدخل تحت الحلقتين، أسحب الخيط وأطلع، أطلع من حلقتين اتنين بس، معايا كده 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأطلع من التلاتة مرة واحدة، وأبدأ أكرر سلسلة فوق العمود عمود، سلسلة عمود فوق العمود. هكرر كده لحد ما بوصل لآخر السطر، لحد ما اوصل للماركر اللي في آخر السطر هنا، هخلص وارجع لكم. انا كده جيت لمكان التناقص اللي هو في آخر السطر، بعد ما اشتغلت سلسلة هبدأ ألف الخيط وابدأ ان انا اشتغل التناقص بتاعي في آخر السطر. هنا هشيل الماركر وابدأ ان انا الف الخيط وادخل تحت الحلقتين، اطلع من حلقتين اتنين، الف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة. ما بشتغلش هنا سلسلة، بروح في غرزة البف وابدأ اشتغل غرزة بف جديدة، سلسلتين في نفس الفراغ، سلسلة. هنا هروح اقفل في اول عمود احنا اشتغلناه وبتجاهل السلسلتين دول، بدخل تحت الحلقتين وبقفل بغرزة منزلقة. هنبدأ نكرر نفس اللي احنا عملناه هنا، هنكرره في السطر الجديد. فهاجي هنا هحط الماركر هنا، العمود اللي انا قفلت فيه بمنزلقة اهو، والعمود اللي بعده حطيت بينهم ماركر، وهروح هنا شايفين التناقص اللي احنا كنا بنشتغله ده، العمود اللي قبله هحط ماركر بينهم، التناقص والعمود اللي قبله بحط ماركر في الفراغ اللي بينهم. هاجي هنا شايفين التناقص اهو اللي احنا كنا اشتغلناه، والعمود اللي بعده بحط ماركر في الفراغ اللي بينهم. هاجي برضو لكل تناقص عملناه والعمود اللي قبله هحط ماركر بينهم. هنا برضو التناقص اهو العمود اللي بعده هحط ماركر بينه. هنا برضو التناقص اهو العمود اللي قبله هحط ماركر بينه. هنا تناقص العمود اللي بعده هحط ماركر بينه. هنا التناقص والعمود اللي قبله هحط ماركر بينه. دلوقتي هنبدأ نكرر بقى نفس الخطوات اللي احنا عملناها في السطر اللي فات. هرتفع سلسلتين، هتجاهل العمود ده خالص وهروح اشتغل فوق العمود اللي بعده ده عمود. يعني انا قفلت السطر بتاعي الجديدة
ان انا بتجاهل السلسلتين دول اللي فوق العمود ده، يبقى انا كده خلاص تناقصت، عملت تناقص تجاهلته خالص بارتفاع السلسلتين دول، وهبدأ ان انا احط الماركر في العمود هنا. يعني انا كده عملت تناقص، ده كده تناقص بداية السطر. هرتفع سلسلة وابدأ اشتغل فوق كل عمود بنفس الطريقة بالظبط اللي احنا كنا بنشتغلها لحد ما اوصل لمكان الماركر اللي هنا. هخلص كده وارجع لكم. انا هنا كده جيت لمكان اللي فيه الماركر، هبدأ ان انا ارتفع سلسلة، هبدأ اجي في العمود ده اشتغل عمود بس مش بقفله للاخر، بطلع من حلقتين اتنين بس، بلف الخيط وبروح للعمود اللي بعده اللي هو كان غرزة التناقص اللي احنا اشتغلناها في السطر اللي قبله، الف الخيط وادخل كده تحت الحلقتين، اسحب الخيط اطلع من حلقتين اتنين، كده معايا 3 لفات الف الخيط واطلع منهم مرة واحدة. ما بنشتغلش سلسلة قبل ما نشتغل غرزة البف. سلسلتين في نفس المكان كمان غرزة بف، هطلع من كل الحلقات مرة واحدة ارتفع سلسلة وهبدأ اشتغل التناقص اللي هنا، هلف الخيط على الإبرة كده ادخل تحت الحلقتين اشتغل عمود مش بقفله للآخر، واروح للعمود اللي بعده الف الخيط وادخل تحت الحلقتين، الف الخيط اطلع من حلقتين اتنين، كده معايا 3 لفات الف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة، اشتغل سلسلة وابدأ اكمل فوق كل عمود عمود وبين العمود والتاني سلسلة لحد ما بوصل لمكان الماركر اللي هنا. هخلص وارجع لكم. جيت هنا لمكان التناقص، هبدأ الف الخيط على الابرة وادخل كده تحت الحلقتين للعمود ده اللي قبل الماركر، ما بكملهوش للاخر، الف الخيط على الابرة واروح للعمود اللي بعده اللي هي غرزة التناقص اللي احنا كنا بنشتغلها، ادخل كده تحت الحلقتين اسحب الخيط واطلع، بطلع من حلقتين اتنين بس، معايا 3 لفات الف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة، هلف الخيط على الابرة وابدأ اشتغل غرزة بف. سلسلتين غرزة بف في نفس المكان، سلسلة وهبدأ ان انا اشتغل التناقص اللي هنا، اروح تحت الحلقتين اسحب الخيط بطلع من حلقتين اتنين، الف الخيط واروح للعمود كمان اللي بعد الماركر ده، الف الخيط على الابرة وادخل تحت الحلقتين، الف الخيط اطلع من حلقتين اتنين، كده معايا 3 لفات الف الخيط واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة، سلسلة وابدأ اكرر فوق العمود عمود، سلسلة عمود فوق العمود، هكرر كده لحد ما اوصل للماركر هنا. كده جيت للماركر، هنبدأ برضو نكرر بنفس الطريقة للتناقص، هدخل كده واطلع من حلقتين اتنين بس، اروح للعمود اللي بعد الماركر برضو اشتغل الف الخيط كده وادخل تحت الحلقتين، اطلع من حلقتين اتنين، كده معايا 3 لفات هلف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة، هشتغل غرزة بف. سلسلتين غرزة بف في نفس المكان. ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات ايه في شنطتنا النهاردة، وتشجعوني كده بلايك وكومنت. هلف الخيط واعمل التناقص اللي في الناحية دي، اطلع من حلقتين اتنين بس اشيل الماركر، اروح فوق العمود ادخل تحت الحلقتين كده اطلع من حلقتين اتنين من ال3 حلقات سلسلة وابدأ اكرر، وابدأ اكرر فوق العمود عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لحد ما بوصل لاخر السطر، لحد ما بوصل لاخر السطر هنا. هخلص كده وارجع لكم. انا كده جيت لاخر السطر، برضو هشتغل تناقص، بطلع من حلقتين واروح للعمود اللي بعد الماركر،
اطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة وبعدين اشتغل غرزة طف. سلسلتين في نفس المكان غرزة ضف. هنا هبدأ ان انا اقفل في العمود اللي فيه الماركر ده وبتجاهل ارتفاع السلسلتين. ادخل تحت الحلقتين كده اسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة. هبدأ اكرر نفس التناقص اللي احنا اشتغلناه، هحط الماركر في اماكن التناقص، هاجي بعد العمود اللي احنا قفلنا فيه المنزلقة ده والعمود اللي بعده احط الماركر. وهبدأ برضو اجي هنا التناقص والعمود اللي قبله احط فيه الماركر. هنبدأ هنا ان احنا نكرر التناقص. هرتفع سلسلتين وهبدأ ان انا اروح للعمود التاني ده. ده العمود اللي احنا قفلنا فيه بمنزلقة، مليش دعوة بيه، هروح للعمود اللي بعده واشتغل فوق عمود، وده هيكون بداية السطر الجديد. يبقى هحط هنا ماركر في الغرزة دي وابدأ اكمل سلسلة عمود سلسلة عمود لحد ما بوصل للماركر هنا. هخلص وارجع لكم. كده انا جيت لمكان التناقص، هلف الخيط على الابرة كده وادخل في العمود اللي قبل الماركر، اطلع من حلقتين اتنين واروح للغرزة اللي بعدها، الف الخيط وادخل تحت الحلقتين، عمود مش كامل يعني بطلع من حلقتين اتنين بس، الف الخيط واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. هشتغل طبعا غرزة ضف، يبقى مش بشتغل سلسلة، هشتغل غرزة ضف سلسلتين غرزة ضف في نفس المكان. سلسلة وابدأ ان انا اعمل التناقص اللي في الناحية التانية واروح للعمود اللي بعده. وابدأ اشتغل سلسلة عمود فوق العمود لحد ما بوصل للماركر هنا. هخلص وارجع لكم. كده جيت لمكان التناقص، هبدأ اشتغل فوق العمود اللي قبل الماركر ده، عمود ما بكملهوش للآخر، وبعدين اشيل الماركر واجي في العمود اللي بعده اللي كان هو التناقص في السطر اللي قبله، بعدين اطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة وابدأ ان انا اشتغل غرزة بف. خدوا بالكم ما بنشتغلش هنا سلسلة، اطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة سلسلتين غرزة ضف في نفس المكان. انا هبدأ اكمل تناقص كده السطر ده بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها لحد ما اوصل لبداية السطر الجديد وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص جيت لاخر السطر، هبدأ ان انا اشيل الماركر واقفل في الغرزة دي بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. هحط الماركر في أول غرزة حشو أنا اشتغلتها، هاجي في الفراغ بتاع السلسلة ده هشتغل غرزة حشو فوق العمود، هشتغل غرزة حشو في الفراغ حشو. يبقى انا فوق كل غرزة كده هشتغل غرزة حشو، فوق العمود هشتغل غرزة حشو، وفوق السلسلة هشتغل برضو في الفراغ بتاعها كده غرزة حشو. هفضل اكمل كده لحد ما اوصل لبداية السطر وبعدين ارجع لكم. طيب علشان كمان ما حدش يتلخبط في غرزة الباف دي هنعمل ايه، هنشتغل في الفراغ اللي قبلها ده غرزة حشو
مش هشتغل فوق السلسلة اللي احنا كنا بنقفل بيها على غرزة البف حشو، انا هروح في الفراغ واشتغل 2 حشو. يبقى انا في غرزة البف الفراغ بتاعها بشتغل 2 حشو، وبروح للفراغ اللي بعدها ده بشتغل فيه حشو، واكمل عادي خالص فوق كل عمود وكل سلسلة اشتغلتها غرزة حشوة. خلص بقى كده وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت لاخر السطر، فهبدأ ان انا اشيل الماركر واقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة واشتغل في نفس المكان غرزة حشو. انا هشتغل كمان السطر ده من غرزة الحشو، ما تنسوش تعلموا اول غرزة، وهبدأ ان انا اشتغل فوق كل غرزة كده غرزة حشو لحد برضو ما بوصل لاخر السطر. هخلص كده وارجع لكم. انا هنا كده خلاص بعد ما خلصت السطر التاني من غرزة الحشو، هنبدأ دلوقتي ان احنا نقفل السطر. طبعا انا هنا قطعت خلاص الخيط، هبدأ ان انا اسحب الخيط من هنا كده ونقفل اخر غرزة بإبرة التنظيف. هاجي في الغرزة اللي فيها الماركر دي، هبدأ ان انا ادخل تحت الحلقتين بالشكل ده. شايفين المكان اللي طالع منه الخيط ده؟ انا برجع ادخل منه وبدخل كمان في الحلقة اللي بتكون تحته دي علشان قفلة السطر تكون متثبتة كمان كويس. شايفين هدخل بقى هنا وفي الحلقة كمان اللي تحتها بالشكل ده. شايفين قفلة السطر عاملة ازاي؟ مفيش اي اختلاف خالص. هنبدأ دلوقتي ان احنا ننظف الخيط تحت الغرز. اللي لسه مكمل معايا لحد دلوقتي وناسي يعمل اشتراك للقناة، ينزل دلوقتي بسرعة بسرعة يعمل اشتراك للقناة ويرجع تاني يكمل الفيديو. بس اهم حاجة ما ينساش ان هو يفعل الجرس، وكمان لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطولي على اللايك وتشجعوني كده بكومنت. بالشكل ده انا كمان عملت هنا الايد، عملت طول الايد دي. انا هسيب لكم لينك طريقة عمل الايد دي في صندوق الوصف عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. دي طريقة حبل اللاسيه الروماني، فانا خلصت الايد فهنركبها بس مع بعض. هسيب لكم بقى لينك الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. هاخدها بالشكل ده كده. شايفين هاجي من الجنب كده في غرزة الباف اللي احنا كنا بنشتغلها دي في الفراغ ده، وهبدأ ان انا هتخطى كده عمود اللي هو التناقص اللي احنا اشتغلناه واللي بعده، وهدخل في الفراغ التالت. هسيب الفراغ ده واروح في اللي بعده واطلع من غرزة الباف. هروح دلوقتي ادخل من غرزة الباف دي واطلع هنا من الفراغ التالت. شايفين غرزة الباف دي في هنا العمود اللي كان تناقص والعمود اللي بعده، انا هطلع من الفراغ اللي بعده. هسيب الفراغ ده وادخل في الفراغ اللي بعده واطلع من غرزة الباف. هسحب دي من هنا مكان ما دخلت اول مرة، وهدخل هنا من غرزة الباف من الناحية دي. هبدأ دلوقتي ان انا اخيط الاتنين ايد في بعض. هجيب بقى الخيط الطويل اللي انا سايباه هنا ده، وهبدأ ان انا اجيب ابرة التنظيف وابدأ ان انا اخيط الاتنين ايد في بعض من الطرف بتاعها.
كانت شنطتنا بعد ما خلصت. اتمنى كده يا رب تكون عجبتكم. عايزه اقول لكم ان انا كمان نجم البحر، وفي اشكال كده ان شاء الله هعملها للشنطه، هسيبها لكم برده في صندوق الوصف. اتمنى كده يا رب فيديو النهارده يكون مفيد ليكم واستفدتوا منه على قد ما اقدر. طبعا ما تنسوش تقولوا لي رايكم ايه في التعليقات في شنطتنا بتاعت النهارده، وشير كده مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك للقناه، واهم حاجه ما تنسوش تفعلوا الجرس. أشوفكم كده على خير في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.